قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا من المرجح أن ينكمش بأكثر من 10% هذا العام بسبب جائحة كورونا والقيود التي فرضت على النشاط الاقتصادي لكبح انتشار الفيروس. وقال سانشيز إن الحكومة قررت الإبقاء على الحد الأدنى للأجر في البلاد دون تغيير في 2021 بعد زيادة قوية في العام السابق. للمزيد ينضم إلينا هاتفيا من مدريد الدكتور أحمد زكريا الباحث في الشؤون الأوروبية. بعد التحية لك دكتور، إذا رئيس الوزراء الإسباني يقول أن الناتج المحلي لإسبانيا انكمش بأكثر من 10%، ولكن الحكومة قررت الإبقاء على الحد الأدنى للأجر في البلاد دون تغيير في العام القادم 2021. كيف تصف حالة الاقتصاد الإسباني الآن؟ مساء الخير. أهلا بك. طبعا الاقتصاد الإسباني مع أزمة الكورونا أصبح أكثر ضعف مما هو كان عليه. هو اقتصاد مرتبط دائما بالسياحة وغير منتج على مستوى التصنيع بالقدر الكافي. إذن الانكماش كان كبير جدا، وزي ما حضرتك قلت إن الحد الأدنى للأجور كان زاد في السنين اللي فاتت، خصوصا السنة اللي فاتت نسبة قوية. فأصبح السنة دي الزيادة اللي كان متوقعة انها كانت تكون قليلة جدا جدا، لدرجة ان هي يعني ما زي ما بنقول ما لا تكفي لا تكفي تطلبات النقابات، لان هي النقابات هي اللي بتضغط في هذا الموضوع، ولا تكتلات رجال الاعمال وجمعياتهم، لان هم طبعا برضو حالتهم الاقتصادية سيئة، وأصبح أن الطرفين في أزمة. إذن الحكومة توصلت أن هو السنة دي ما يزيدش الحد الأدنى للأجور. هل هناك أي تفكير من قبل الحكومة الإسبانية للجوء إلى الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال لحزم اقتصادية؟ طبعا هو القرارات اللي اتخذت من شهور على مستوى الاتحاد الأوروبي في يعني في كمية سائل من النقود ورؤوس الأموال، المساعدات هي أساسا مساعدات، جزء كبير منها قروض لا ترد أو هبات، وجزء تاني مرتبط على أساس بفوائد، فوائد قليلة طبعا ورمزية، ولكن كمية رؤوس الأموال دي لم تصل بعد، ولكن وكمان عليها شروط. يعني الاتحاد الاوروبي بيشترط ان الاقتصاد الاسباني، وده مش بس اسبانيا، ده على مستوى دول الاتحاد كلها بيشترط ان هم لازم يقوموا بتطورات كبيره على مستوى الاقتصاد، مش مساعدات لاجل استهلاك الى فقط يعني. ولكن كيف يقومون يعني بهذه الإصلاحات في ظل جائحة كورونا؟ يعني حزم التحفيز الأوروبية هي هامة جدا بالنسبة للدول المتضررة بشكل كبير كأسبانيا وأيضا إيطاليا على سبيل المثال. حضرتك بداية التطور أو بداية استثمار هذه الأموال بطبيعة الحال هيكون على المستوى الصحي. يعني احنا هنا مثلا المستوى الصحي لا بأس عليه زي ما بنقول، ولكن في تطلعات ان هو يتطور ويبقى افضل مما هو عليه الان. دي بداية الاستثمارات، وطبعا كله مرتبط بتطور حالات الكورونا، ونتعشم ان مع وجود اللقاح الامور تهدى شوية ويبتدي الشركات وحركة السياحة الطيران والفنادق الى اخره يعني يشدوا حيلهم زي ما بنقول. شكرا جزيلا لك دكتور أحمد زكريا الباحث في الشؤون الأوروبية.